للرئيس الياباني علي عبد الله صالح في صنعاء وعدد من مدن البلاد بعد أسبوع من إصابته بجروح في هجوم استهدفه في مسجد ملحق بالقصر الرئاسي، وفيما أكد مؤيدو الرئيس اليمني على قرب عودته إلى البلاد، طالب المعارضون المحتجون بمجلس الانتقالي كبديل مؤقت لنظام صالح. يأتي ذلك وسط استمرار التوتر والمواجهات بين الجيش اليمني ومتشددين إسلاميين استولوا في 29 من مايو الماضي على عاصمة المحافظة. وسينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، السياسي اليمني المعارض والمستشار السابق لرئيس الوزراء. مرحبا بك معنا دكتور عبد المجيد. يعني كيف نقرأ المشهد اليمني الآن بين هذا الشد والجذب بين أنصار الرئيس والحديث عن عودة الرئيس أو بقائه في الخارج؟ في الحقيقة أنا يعني علشان ما يقالش إنه رأينا نحن، وإنما أنا أتابع معظم ما يكتب في الآن. يعني امبارح الواشنطن بوست الأمريكية قالت إنه عودة الرئيس أو التفكير فيها يعني هو الدفع لليمن إلى الخراب. كل المراقبين الدوليين وكل المتحدثين حتى الآن، نحن نشكر الموقف، مجموعة أصدقاء اليمن امبارح ظهر موقف بارز للبريطاني هنا الاستبرد، قال انهم حبوا يشتغلوا على هذا الموضوع، وموضوع عوده الرئيس موضوع مستبعد تماما، لانه هذا يفتح مجال للعوده مره اخرى الى الاحتراب الداخلي، وقد يدفع البلد الى الخراب بالكامل. وملحوظ جدا انه احد مثلا دانيال بايبس مدير منتدى الشرق الاوسط في امريكا قال بانه اليمن لاول مره تهدد العالم، اذا انتقلنا الى وضع احتراب داخلي. والاوراق كلها الان، اريد ان اشير الى افتتاحيه ايضا الواشنطن بوست، قالت عفوا يعني دراسه قالها معهد السلام الامريكي مثل ما قالت صحيفه الجارديان قبل شهر ونص، بان الاوراق الان تكاد تكون جد الاخوه في المملكه العربيه السعوديه، واشقائنا في المملكه يدركون تماما اظن ان اهميه الاستقرار في اليمن، وبالتالي انه اي احتراق داخلي سينتقل اليهم مشاكله. يعني البديل الذي ينادي به المعارضون الان في هذه المرحله هو مجلس انتقالي، هل هذه خطوه واقعيه في ظل ظروف اليمن وفي ظل التطورات التي وصلت اليها الامور في هذا البلد؟ انا اشير هنا فقط الى ما قاله يعني مجموعه اصدقاء اليمن، ما قاله مثلا رئيس الوزراء البريطاني، ما قالته كاثرين اشتون، ما قالته هيلر كلينتون، وهؤلاء جميعا يقولوا بان المخرج الان هو التوجه نحو افاق ما طرحته المبادره الخليجيه، ليس المبادره بحذافيرها وان افاقها مبادرة إعطاء الرئيس نوع من الضمانات بعدم المحاكمة له ولأولاده لكي يخرج الأولاد، وننتقل بعدين إلى حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني، ولكن في إطار الدستور. وإذا حكينا في إطار الدستور فأظن الآن مفروض نقوي موقع نائب الرئيس الجمهورية الحالي، وبالتالي لكي يشعر بأنه يمارس صلاحياته الدستورية. حتى الآن هو في موقع نائب رئيس، ولكن عندنا أولاد الرئيس وأولاد أخوه يعبثون بالموقف تماما والعالم يتفرج. نريد أن نرى مثل ما قالت الهيومن رايتس ووتش قبل أسبوع واحد، يجب من الآن حتى الآن تفرض يعني عملية تجميد الأصول والأموال لهؤلاء الأولاد لكي يشعرون بأنهم أيضا سيلاحقوا، وحتى فتح ملفاتهم من أجل قضايا حقوق الإنسان وهؤلاء مجرمي الحرب، وبالتالي لكي يضغط عليهم ويتركون لنائب الرئيس الفرصة ليمارس صلاحيته حسب ما يقتضيه الدستور. هؤلاء الناس متمردون على الشريعة الآن، متمردون على الدستور. سؤال أخير، يعني في حالة أصر الرئيس اليمني على العودة، ما هي الخيارات التي ستكون متاحة للمعارضة أيضا؟ إذا هذا دفع اليمن مرة أخرى إلى الاحتراب، ويعني أن العالم سيدفع ثمن كبير. نحن اليمنيين سندفع ثمن. يعني أن سيناريو العنف سيكون طبعا سيناريو العنف وارد تماما، واليمنيون مستعدون والشباب مستعدون في الشارع لدفع الثمن، لكن نشعر بأن المنطقة ستدفع ثمنا كبيرا وربما العالم أيضا. شكرا لك دكتور محمد عبد المجيد قباطي، السياسي اليمني المعارض والمستشار السابق لرئيس الوزراء. مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية مستمرة معكم، وهذا تذكير بالعناوين.